ورقة في مهب الريح، تتقاذفهم سياسات عنصرية وقرارات مجحفة وإساءات لا تعد ولا تحصى، تعود بهم إلى نقطة الصفر، صفر لا عودة ولا مستقبل، إلا أنها قد تبدو أقل قسوة من بلاد يستجدون فيها رحمة غير موجودة. اللاجئون في الدول الإقليمية لبنان، الأردن وتركيا على وجه الخصوص يقررون العودة إلى الديار على الرغم من المخاطر الأمنية والمعيشية التي تتهددهم. الحملات التركية للتخلص من أعباء المهاجرين واللاجئين السوريين والتي أصبحت ورقة رابحة في أي سبق انتخابي، أما التلويح بترحيلهم يأتي بعد كل جنايد في مطلع كل فجر ناهيك عن الإجراءات الفعلية للترحيل، أمر وضع السوريين في حالة توتر دائم، فضلوا عوضاً عنها العودة وتحمل مرارة الوضع في سوريا. في لبنان نغم آخر، فبلاد البونجور والشوكولامو ليست بذلك اللطف الذي تبدو عليه، فقد تجاوزت العنصرية حدود المنطق والمعقول، وأصبح بإمكان اللبناني تحميل تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن السوريين ومخالفاتهم بتصريح برلماني، فيما أطلق لبنان بالفعل خارطة طريق لتنظيم وضع السوريين وآلية عودتهم بعد تاريخ طويل من التضييقات. على المستوى الشعبي الأردني تتخذ العنصرية شكلاً أقل حدة، لكن الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعيشها السوريون هناك لا يقل وقعها عليهم عن تلك المعلنة، على الرغم من الدعم الأممي الذي يفترض به أن يحل تلك الأزمات. مع تلك الظروف القاسية عادت قواريب الموت إلى المشهد من جديد، فيما اختار الآلاف منهم العودة إلى سوريا ضاربين بعرض الحائط العقبات المحتملة لعودتهم في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ناهيك عن الظروف الأمنية الخطيرة.